كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، كل الناس اليومين دول بتفكر في الأضحية وسعر كيلو اللحمة ولبس العيد. عشان كده النهارده نزلنا سألنا الناس، تفتكر لو هتضحي بشخص ممكن تضحي بمين؟ يلا بينا نشوف الناس هتقول ايه. لو هضحي بجدي، هضحي بيه يعني لحمة يعني وكده؟ بشخص؟ حرام، أبو لا إله إلا الله، واحد يضحى بشخص؟ أيوة بهزر يعني. ماشي حبيبتي، لا متأسف، عمري ما أضحي بنادم أبدا، قلبي ما يجبنيش أي حد يهودي. أنت هتشوف يهودي فين أصلا؟ أروح له العريش. لو هتضحي بحد في العيد، تضحي بمين؟ حد؟ أضحي بأخويا الصغير عشان قرفني. عامل فيك إيه؟ والله مطلع عينه وبص كل حاجة باخدها مني، اللبس والهدوم وكل حاجة. في بني آدم كان قريب مني في فترة وممكن أضحي بيه عادي يعني. لو هضحي بقى يبقى في واحد صاحبي مضايقني جدا، فده اللي أنا هضحي بيه، بس للأسف هو مش موجود في مصر فمش هينفع أضحي بيه السنة. والله غالبا هضحي باللي هيقول لي ما تسافرش في المطار. مين اللي هيقولك ما تسافرش في المطار؟ والله لو مش واخد فيزا وظبط قال لي ما تسافرش في المطار فأكيد هو ده اللي. أنت مش هينفع تسافر من غير ما يبقى معاك فيزا، مش فاهمة. طب ماشي هضحي باللي مش هيديني الفيزا. لا ده احنا كده نرجع لاصل الجاهليه، كلام سيدنا عمرو بن العاص لما كان في مصر النيل يغرق يجيب واحده ستة كده يدور على اجمل واحده ويذبحوها عشان خاطر النيل. ده مش عمرو بن العاص، ده ايام الفراعنه. ايام الفراعنه بالظبط كان بيعملوا كده، فجي سيدنا عمرو بن العاص. لا احنا مش هنعمل كده. بالظبط كده، مش هنعمل ده. هتضحي بحد يعني؟ مين مضايقك للدرجه ان انت ممكن تضحي بيه؟ ها اضحي بيها اول واحده مراتي كده اجيبها كده واذبحها واخلص بيها. عايزه لحمه بقى وعايزه لبس للاولاد. هي تاكلها لوحدها اللحمه ولبس العيال؟ ما هو لبس العيال. اضحي بمراتي. كل الناس عايزه تضحي بمراتها ليه؟ عايزين يخلصوا منهم. انت عايز تخلص من مراتك ليه؟ عشان اشوف غيرها. مديري في الشغل بصراحه. انا نفسي اسمع الاجابه دي من الصبح والله. انا نفسي اضحي بيه حقيقي والله، تعبنا والله، بس انا اضحي بيه فعلا، انا مش هستنى العيد، انا اضحي بيه قبل العيد. احنا في العيد وده عيد الاضحيه تمام؟ انت بقى لو بتفكر تضحي بحد في العيد تضحي بمين؟ اضحي باعداء الدوله، اضحي بكل فاس نفسي في الدولة. أضحي بكل عدو وكل متآمر على الوطن العربي وعلى أمتنا العربية والإسلامية بشكل عام. يعني حد أنت تعرفه شخصياً هتضحي بمين؟ قيم الإنسانية، لا يمكن إن أنا أضحي بأي شخص أعرفه. والله في جيران للأسف رزلين، فالناس الشخصية ديت انا اضحي بيهم اني غرب زي اساسا. لا ممكن الضحى ده يعتبر اخذه من جانب توطيد علاقه مع الشخص ده اللي تكلمت عليه ان انا بدنا اعرفه. ها بتقول ايه؟ التضحيه بالشكل او بالمعنى المشؤوم عمرها ما تحصل معايا، ان انا عمري ما ضحيت بشخص. ماشي خلاص، شكرا. مبتدا.com